في عام 2019 بدأت استراتيجية دعم الأندية الرياضية، والتي تم من خلالها تطوير الحوكمة والهياكل التنظيمية والإدارية والمالية داخل الأندية، حيث نجح أكثر من 61 نادي في تطبيق معايير الحوكمة. كما وصل عدد الأندية التي أنشأت شركات خاصة للاستثمار الرياضي إلى 13 نادي، وإن شاء الله إلى مزيد من الأندية في المستقبل. وزاد عدد الأندية التي فعلت 10 رياضات وأكثر من 9 أندية في عام 2019 إلى 110 في عام 2023. وارتفعت إيرادات الأندية من الرعاة من 88 مليون ريال في موسم 2019 إلى 728 مليون ريال في موسم 2023. كما تضاعف عدد الرياضيين من 40,000 رياضي ورياضية عام 2019 إلى 81,000 عام 2023.